السلام عليكم. ساعات الواحد بيبقى قاعد على جهاز ما عندهوش اوتوكاد فعايز يفتح اوتوكاد، ففي موقع هوت اسمه جروب دوكس، تقدر تفتح عليه امتدادات كتيرة جدا، منها مثلا ال دي دبليو جي اونلاين. خلينا مثلا نيجي هنا، ونشوف ملف اوتوكاد. وليكن مثلا تايتل بلوك، بيرفع الملف ويبدأ تشوفه بالشكل دوت. وهتلاقي فيه أدوات إن أنت تعمل زوم زي ما أنت عايز، لو في أكتر من صفحة يبدأ يتنقل بينهم، يقدر تحمل الملف تاني، تقدر تخليه PDF تقدر تطبعه وهكذا. ده بحيث لو أنت قاعد على جهاز مش لاقي انترنت تقدر تتعامل معاه بسهولة.